الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا عليه عظيما وفي محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما Yeah.
Allah, 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 All
الله 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 كل وقت معين الله.
امين امين وعلى في ديننا يا مولانا لا تفتنا يا ربي
ربي اجعل لي دينك فرجا، انه واقف بك يرتجى. او الغريب يا ربي لاهله قد الم فراق في احبابه، ادركه يا ربي قبل وفاته، وزد لنا يا ربي في حياته، واجعل ديارنا ديار الامن، واحفظنا من كل مكر ومحنى، وايدنا يا مولانا بروحك، ووفقنا يا ربنا لامرك، وارحم منا الكبار والصغار، وامنهم وطارهم حيارا، واصلح لنا دنيانا مع الدين، وامشي كرب المكروب والمسكين، واغفر ربي لنا دعا بدعوانا، وكلنا ولجميع خلنا، وانهض بنا لشهود الجبل، وما له من اسرار الكمال، وصل يا ربي صلاة تليق بالمصطفى وعلى الأهل تصدق، وصحبه وانصاره والتابعين، ثم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنسلج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام ويمشي الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم احفظنا بعين رعايته، واملأنا بسابق عنايته، وتولنا بسر ولايته، كما توليت جميع أنبيائك ورسلك وخاصة أوليائك، واضربنا في حصن حظك المانيع، ولا تخرجنا عن دائرة الألطاف، وأمننا من كل ما نخاف، واجعل بنا مسالك هي المحبة، واجعل بنا مسالك هي المحبة، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الشر، ولا تجعل معصوما، ولا تجعل منا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما، وادخلنا الجنة برحمتك، واجلنا النار بعفوك، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب تقبل منا ما يسرنا من هذه الليله المباركه، اللهم يا رب تقبله منا على الوفاء والتمام، اللهم يا رب تقبله منا على الوفاء والتمام، وتقبل منا تلاوه القران، وتقبل منا هذه الامداح، وتقبل منا هذه التسبيحات، وتقبل منا هذه الحمداله، وتقبل منا هذه التصليات، واجعل ثوابها في صحائف اجدادنا وابائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب لهذه المناسبه المباركه، اللهم يا رب قدم العائلة ديال آل ياسين، قدم ديالنا المقدم ديالنا جنة غانم وسالم ديال مقدسة، زورنا معه كرني بينا في مكة المكرمة، زورنا معه كرني بينا في مدينة منورة، وزورنا كرني معنا في جميع المناسك. اللهم يا رب تقبل منه هو وأهله، هو وأهله، هو وأهله، وأولاده، وزوجاته، وأحفاده. اللهم يا رب تقبل منهم هذه الزيارة، اللهم يا رب تقبل منهم هذه الزيارة، اللهم يا رب اعطيهم هذه الزيارة خير الدنيا والآخرة، اللهم يا رب اعطيهم هذه الزيارة خير الدنيا والآخرة، اللهم اجعلهم من حجاج بيتك العظيم، اللهم اجعلهم من المعتمرين، اللهم اجعلهم من الطوافين، اللهم اجعلهم من الطوافين، اللهم اجعلهم من المسلمين على رسول الله، اللهم يتقبل منهم سلامهم على رسول الله، اللهم يتقبل منهم سلامهم على رسول الله، اللهم يتقبل منهم جميع المناسك، اللهم يتقبل منهم جميع المناسك، احنا جميعا اللهم يعطي الطالبين ما طلبوا، وللسائلين ما سألوا، اللهم يشفي مرضانا، اللهم يشفي مرضانا، اللهم يشفي مرضانا، المرحومة اللي توفت اليوم اللهم يا رب اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها واكرمها،
اللهم يغفر لها ونعمها، اللهم ان كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها، وان كانت محسنة فزد في احسانها، اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها، يا ارحم الراحمين رب العالمين. سيدنا الشخص الذي خلي اللهم يزيد في مدده وزيد في قوته وزدنا الادب في حضاره وفي صدره. اللهم يا بنصر عبدك محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم يا بنصر عبدك محمد السادس لما تحب وترضى، وهيئ له بطانة خير تعين على الدين، وهيئ له بطانة خير تعين على الدين، يا ارحم الراحمين رب العالمين. اللهم يا رب اصلح شبابنا واصلح اولادنا واصلح نفوسنا واصلح احوالنا واصلح بواطننا واصلح ظواهرنا، يا ارحم الراحمين رب العالمين. اللهم يا رب اغفر، اللهم يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا، وطهر قلوبنا كما طهرت قلوب اصفيائك، وطهر قلوبنا كما طهرت قلوب اصفيائك. سبحان ربي السماء يصفون وسلام على رسول الحمد لله رب العالمين. السلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا أرشدنا بالرسل ورفعنا بالقرآن العظيم إلى أعلى المثل، نحمده تعالى على نعمتي الإيمان والإسلام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، سعيد جدا بتواجدي في هذا المنزل المبارك المعطر بآيات كتاب الله وأحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة أداء مناسك العمرة. فكما تعلمون أيها الإخوة المؤمنون أن غاية المؤمن والمؤمنة في هذه الحياة الدنيا هي الفوز بمحبة الله وبمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الغاية التي جمعتنا في هذا المنزل المبارك. فالفوز برضا الله أيها الإخوة المؤمنون مشروط بالعمل الصالح. إذا أراد الإنسان أن يفوز بمحبة الله وبمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه الإكثار من العمل الصالح، وقد أخبرنا الله عز وجل بذلك في القرآن الكريم حين قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذه الآية الكريمة هي التي سأنطلق منها إن شاء الله تعالى في طرح بعض الأسئلة المتواضعة، وستكون إن شاء الله محور نقاش باختصار موجز. ماذا نقصد بالعمل الصالح المذكور في الآية الكريمة؟ وما هي أنواع هذا العمل الصالح؟ ثم ما هي آثار العمل الصالح على حياة الإنسان في الدنيا والآخرة؟ فغايتنا جميعا كما قلت هي الفوز بمحبة الله وبمحبة رسول الله. والعمل الصالح كما تعلمون جميعا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كل عمل يقوم به المسلم سواء كان بالقول أو الفعل، فهذا يطلق عليه بالعمل.
لكن لكي يكون هذا العمل صالحا لا بد له من شرطين أساسيين. حتى نسمي هذا العمل بالعمل الصالح لا بد له من شرطين أساسيين. الشرط الأول أن يكون هذا العمل الذي يقوم به المسلم سواء كان بالقول أو الفعل موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أخبرنا به الله عز وجل في القرآن الكريم حين قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن لكي نسمي هذا العمل بالعمل الصالح لا بد من هذا الشرط، أن يكون هذا العمل موافقا للكتاب والسنة. الشرط الثاني وهو أن يكون هذا العمل لا بد من توفره على الإخلاص، سواء كان هذا العمل عبادة أو معاملة لا بد من هذا الشرط. وقد أخبرنا بذلك القرآن الكريم حين قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. ما معنى أخبتوا؟ أي أخلصوا لله في سائر أعمالهم الصالحات، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقد استمعنا قبل قليل للآية الكريمة التي تفضل بها شيخنا الحاج على مسامعنا حين قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ما معنى استقاموا؟ أي أخلصوا العمل لله، هذا هو معنى الاستقامة. والاستقامة في العمل هي أساس قبوله. إذا كان كل عمل يقوم به المسلم خالي من الإخلاص يكون هذا العمل مرفوضا. فكل عمل قام به المسلم بإخلاص لله عز وجل كان هذا المسلم من أسعد الناس يوم القيامة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وغيره من الأئمة والمحدثين رحمة الله عليهم أجمعين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الصحابي الجليل: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هذا هو أسعد إنسان يوم القيامة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن باختصار، بعدما عرفنا مفهوم العمل وعرفنا العناصر التي يتأسس عليها العمل الصالح، وقلنا بأن هذا العمل لا بد من أن يكون موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله، ولا بد من أن يخلص المسلم في أداء هذا العمل. الآن نطرح سؤالا آخر: ما هي أنواع هذا العمل الصالح؟ أنواع هذا العمل الصالح باختصار: أول عمل يجب على المسلم أن يحرص على أدائه قيد حياته هو الحرص على أداء الفرائض والسنن بإخلاص تام إلى الله عز وجل. فكما نعلم جميعا أيها الإخوة المؤمنون أن مجموعة من الفرائض والعبادات التي فرضها الله علينا في هذه الحياة كعبادة الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو أداء العمرة، فهذه وهي السنة، فهذه أعمال صالحات يجب على المسلم أن يحرص كل الحرص على أداء هذه الفرائض في أوقاتها. فإذا أداها المسلم في أوقاتها وعدم التهاون في أدائها فاز بمحبة الله وبمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا سيدنا معاذ بن جبل
رضي الله عنه وأرضاه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبح يوما قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرح سؤالا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. بماذا أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير. بمعنى لقد سألت عن أمر عظيم جدا يا معاذ، عظيم بمعنى كبير، ولكن هذا الأمر العظيم الذي سألت عنه فهو في نفس الوقت يسير. ما معنى يسير؟ أي سهل لمن وفقه الله تبارك وتعالى. ثم قال له: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فهذه هي أصول الإسلام، هي أركان الإسلام التي تفضي إلى سعادة الدنيا والآخرة. فمن أداها بإخلاص، أقول بإخلاص تام إلى الله عز وجل، فقد سلك الطريق الصحيح إلى الجنة. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني هو الذي نقوم به الآن في هذا المنزل، في هذا المنزل المبارك، وهو أداء النوافل من قراءة للقرآن، ومن ذكر لله عز وجل، ومن الإكثار والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأعمال يجب الإكثار منها، فكلما أكثر المسلم من ذكر الله عز وجل إلا وفاز بمحبة الله. وقد أخبرنا الله عز وجل بذلك في الحديث القدسي، وهذا حديث رواه الإمام البخاري وغيره، أن الله تبارك وتعالى يقول في هذا الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فإذا أحبك الله عز وجل من كثرة هذه النوافل حافظك من كل مكروه وسوء، وجعل دعاءك مستجاب، جعل دعاءك مستجاب حتى أحبه. فإذا أحببته، نتيجة هذا الحب الله عز وجل يقول: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. إذا باختصار، باش ما نطولش عليكم، باختصار شديد، أن أنواع العمل الصالح هي أداء الفرائض وعدم التهاون في أدائها، ثم بعد ذلك الإكثار من النوافل من قراءة القرآن ومن ذكر الله عز وجل، والإخلاص في هذا العمل، فالإخلاص فيه هو أساس قبوله. السؤال الأخير باختصار وجيز: ما أثار هذه الأعمال الصالحات التي نقوم بها يومياً أو أسبوعياً أو مناسباتياً أو سنوياً، على كل واحد على قدر استطاعته؟ من آثارها، أول الآثار هو الفوز بمحبة الله كما قلنا، هذا من أهم آثار هذه الأعمال الصالحات التي نقوم بها في هذا اليوم العظيم. ثاني آثر هو أن الله تعالى يرزقك حسن الخاتم بكثرة هذه الأعمال الصالحات التي يقوم بها المسلم، الفوز بحسن الخاتمة. وقد أخبرنا الله عز وجل بذلك في القرآن الكريم حين قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. يعني أثناء خروج الروح الملائكة تبشر هذا المؤمن وهذه المؤمنة بمقعده في الجنة نتيجة هذا العمل الصالح الذي كان يقوم به في الدنيا: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. الله تعالى يوفقنا في قيد حياتنا بكثرة الأعمال الصالحات، فهي التي
ستشفع لنا يوم لقاء الله عز وجل، وهذه الأعمال هي التي تكون سببا لنا للفوز بمحبة الله وبمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن هذه الأعمال التي نقوم بها أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي ستقينا الذكر وقراءة القرآن والصلاة والسلام على رسول الله وكثرة الصدقة وفعل الخير بجميع أنواعه وأصنافه، هي التي ستقينا من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، وستشفع لنا يوم لقاء الله عز وجل. وهذا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا، هنا كيجي العمل الصالح، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. لاحظوا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أن هذه الأعمال الصالحة تقيك وتشفع لك يوم لقاء الله، وختاما أن هذا العمل الصالح هو الذي سيقود بك إلى الفوز بالجنة. وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، سأقتصر عند هذا الحد حتى لا أطيل عليكم. فالله تعالى نسأل أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه الخير والصلاح لبلاد العباد، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الشر معصوما. فاللهم لا جعل في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم اجعلنا لنعمك شاكرين، وبقضائك راضين، وبذكرك متلذذين، وبرضاك طامعين، وفي ذل عرشك آمين مطمئنين، وفي الجنة خالدين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصهارنا وشيوخنا. اللهم ارحم جميع أموات المسلمين كل واحد باسمه وصفته. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لهم يوم القيامة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنهم جميعا. اللهم اجعل من أهل الجنة. اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. واحفظ الأمير الجليل مولاي الحسن، واحفظ الأمير الجليل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه. اللهم يا رب ارعاه بعينك التي لا تنام، وكنفه بكنفك الذي لا يرى، واحفظه في الحضر والسفر. اللهم كن له ولي ونصيرا، واحفظ ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، وأنبت نباتا حسنا، وشد أزره بشقيقه الأمير الجليل مولاي رشيد. واحفظ جميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنك سميع مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم ارزقنا التقوى والسداد. اللهم ارزقنا التقوى والسداد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة رسولك، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أعطى ظهرك ورحمة لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللهم إنا نسألك باسمك اللطيف وجاه نبيك الشريف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اطب بنا صلي يا ربي على من نوره تجلى
جما يا ذا الجد والجلال يا مفرج الكروب صل يا ربي على من نوره تجلى يا ذا الجد والجلال يا مفرج الكروب صل يا ربي على من نوره تجلى يا ذا الجد والجلال يا مفرج الكروب صل يا ربي على من نوره تجلى يا ذا الجد والجلال يا مفرج الكروب صل يا ربي على من نوره تجلى يا ذا الجد والجلال يا مفرج الكروب صل يا ربي على من نوره تجلى يا ذا الجد والجلال يا مفرج الكروب صل يا ربي على من نوره تجلى يا ذا الجد والجلال يا مفرج الكروب صل يا ربي على من نوره تجلى يا ذا الجد والجلال يا مفرج الكروب صل يا ربي على من نوره تجلى يا ذا الجد والجلال يا مفرج الكروب صل يا ربي على من نوره تجلى يا ذا الجد والجلال يا مفرج الكروب صل يا ربي على من نوره تجلى يا ذا الجد والجلال يا مفرج الكروب صل يا ربي على من نوره تجلى يا ذا الجد والجلال يا مفرج الكروب صل يا ربي على من نوره تجلى يا ذا الجد والجلال يا مفرج الكروب صل يا ربي على من نوره تجلى يا ذا الجد والجلال يا مفرج الكروب صل يا ربي على من نوره تجلى يا ذا الجد والجلال يا مفرج الكروب صل يا ربي على من نوره تجلى يا ذا الجد والجلال يا مفرج الكروب صل يا ربي على من نوره تجلى يا ذا الجد والجلال يا مفرج الكروب صل يا ربي على من نوره تجلى يا ذا الجد والجلال يا مفرج الكروب صل يا ربي على من نوره تجلى يا ذا الجد والجلال يا مفرج الكروب صل يا ربي على من نوره تجلى يا ذا الجد والجلال يا مفرج ظهرت به حقاً
Yeah.
ثم سلامه نصرت داود الأصرى طريع من حقيقة لا إله الله يا ربنا.